حوالي 5 مرات في اليوم لحتى يتم الشفاء، هو وسطيا اسبوع. الطريقة الرابعة هو عبارة عن مراهم يلي فيها زيت الزيتون او الشمع الطبيعي، شمع النحل الطبيعي. خمسة، مرهم الالوفيرا، طبعا من هدول كلهم ذكرناهم من الخارج. اما من الداخل داخل الفم فيمكن كي التقرحات بماء اكسجين، يعني منجيب عود اللي مننظف فيه الاذن بيكون معقم، منحطه بماء اكسجيني ومنعقم التقرح عدة مرات باليوم. ويمكن استخدام المعقمات الفموية وغسل الفم بعدها بالماء، ويمكن استخدام دبس الرمان، يعني نكوي الفقاعات هاي بدبس الرمان. ويمكن للسوس أو منسميه عرق السوس أن يساعد أيضا في العلاج من التقرحات الفموية أو القلاع. ولا ننسى تقوية المناعة، لأنه تقوية المناعة هي أساس كل شيء، عن طريق النوم الكافي، الغذاء الصحي المتوازن، والسلام النفسي. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.